رئيسة منتدى مصر الإعلامي. مساء الخير يا فندم، ألف مساء مبروك. النور، مساء النور أعتقد كابتن شوقي، أهلا وسهلا خطوة رائعة على الطريق يا أستاذة نهى. أفندم؟ خطوة رائعة على الطريق يعني. أشكرك يا فندم، أشكرك. أهداف الشراكة بين منتدى مصر ورابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا. طب أولا طبعا خليني أقول لحضرتك إنه واحد من أهداف منتدى مصر للإعلام الرئيسية هو دعم المعارف وتدريب الصحفيين وصقل مهاراتهم المهنية. نعم. الشراكة مع اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي FWA جاي في إطار أولويات المنتدى الرئيسي. نعم. هدف الشراكة الرئيسي طبعا هو دعم أداء الصحافة والإعلام الرياضي في مصر والمنطقة. طبعا الصحافة والإعلام الرياضي هو واحد من أهم القطاعات الصحفية في العالم. صحيح. له جمهور كبير وفي بيتابعه باستمرار وفي كل الظروف. واحنا الحقيقه سعداء جدا بان هيكون في تعاون اكبر بين المنتدى وبين المؤسسات الصحفيه والاعلاميه الرياضيه داخل وخارج مصر، لانها بتخاطب قطاع كبير من الجمهور بمختلف شرائحه العمريه طبعا، وبتؤثر فيه بشكل كبير. وسعداء ايضا زي ما حضرتك ذكرت ان احنا هنكون متواجدين باسم المنتدى وشعاره في حفل توزيع الجوائز للرابطه في مايو. نعم. المقبل بلندن ان شاء الله. ايه الموضوعات بقى والجوانب اللي ممكن تتغطى في ورش العمل المزمع اقامتها بالتعاون مع هذا المحفل الكبير رابطه كتاب كره القدم في انجلترا؟ الموضوعات متنوعه، احنا طبعا بنستهدف 9 ورش عمل رئيسيه خلال العام الحالي، يعني 9 تدريبات هامه خلال العام الحالي. الموضوعات هتبقى ما بين موضوعات مهنيه متخصصه بتتشابك مع التدريبات المهنيه العامه، يعني مثلا الكتابه، تحويل الخبر الى قصه صحفيه رياضيه. حلو. الفنون الصحفيه المتطوره وصولا الى التغطيه ونبذ التعصب والانحيازات، التحقق من المعلومه، التوازن في المحتوى المقدم، موضوعات كبيره ومتنوعه. طيب اللي عايز يشارك بقى، في صحفيين عايزين يشاركوا في البرامج في الورش دي، يشاركوا ازاي؟ احنا طبعا هنعلن عن كل دورة تدريبية قبلها بوقت كافي. كويس. وهتكون اما بالتعاون مع مؤسسة صحفية او اعلامية رياضية. أيوة. وهنا هيكون الاشتراك فقط للصحفيين من المؤسسة ذاتها، او تدريب عام متاح لكل الصحفيين الرياضيين، والجميع يقدروا يعني يتقدموا للمشاركة. طيب الخبرات بقى او المهارات اللي ممكن الاعلاميين يكتسبوها من مثل هذا التعاون؟ يعني انا في نظري اهم خبره هي الاطلاع على معارف مختلفه من اسماء مختلفه، خصوصا ان المدربين هيكونوا كلهم من رابطه اتحاد كتاب كره القدم. انجليز، بيشتغلوا في اسواق مختلفه، في سوق مختلف، السوق الانجليزي والاسواق الاوروبيه. والاشتباك مع قضايا مهنيه بتهم المجتمع الصحفي الرياضي داخل وخارج مصر، في قضايا كتير مشتركه ومساحات مشتركه نقدر نشتغل عليها. والتدريب دايما بيساهم في تطوير الاداء المهني وتحسينه بشكل عام. المردود اللي ممكن نحسه على الاعلام في مصر او حتى في الشرق الاوسط من خلال هذه الشراكه؟ يعني طبعا اتمنى انه يبقى فيه يعني انعكاس كبير ليها، بس برضو يعني خليني اقول لحضرتك انه تطور العمل الاعلامي مرتبط في الاساس بالتدريب وتنميه الكوادر بشكل مستمر. صحيح. وتحديث معارف الصحفيين برضه بشكل مستمر. وخلق الجيل الجديد من الصحفيين ممتلك لادواته. نعم. قادر على مخاطبه شرائح الجمهور المختلفه، خصوصا مع التطور التكنولوجي. ايوه. واللي خلى في اعتماد قطاع كبير من الجمهور وبالاخص الشباب على مصادر غير موثوقه. نعم. في التعرف على اخبار فريقه ونجمه المفضل، وده ممكن يؤثر على العمل المؤسسي لوسائل الاعلام الرياضيه المؤسسيه، او يعني العمل المهني. نعم. لوسائل. نعم. الاعلام المؤسسيه. فاحنا بنتمنى وبنامل ان يبقى في انعكاس، يعني انعكاس يعني واضح على الاداء وعلى كيفيه وصول الصحفيين للقطاعات المختلفه من الجماهير. خطوه ممتازه وخطوه على الطريق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه نهى النحاس رئيسه منتدى مصر للاعلام، بشكرك بجد، حاجه محترمه جدا، حاجه هنحس بيها قريبا جدا ان شاء الله.